أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، حياكم الله من الرافدين في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتب في الصحف، ونبدأ بأهم العنوانات. في الشرق الأوسط البداية، ترامب: لا أحد يستطيع الجزم بأسباب انفجار بيروت. في العربي الجديد، جهود لتطبيع الأوضاع في سنجار، إخراج القوات غير النظامية. في المدى نطالع: لا قرار برفع حظر التجوال حتى الآن. في القدس العربي، هيروشيما تحيي ذكرى مرور 75 عاما على ضربها بقنبلة ذرية في مراسيم محدودة. أما في صحيفة الخليج فقد عنونت: بيروت تحت الانفجار والأمن بيد الجيش. في صحيفة العرب: انفجار بيروت سنوات من الإهمال أم سنوات من سيطرة حزب الله؟ وعنونت الزمان: ضبط 7 صواريخ في الدورة موجهة نحو الخضراء وسقوط 8. استرجاع بيروت المفقودة، هذا عنوان مقال الكاتب غسان شربل في صحيفة الشرق الأوسط. قال فيه: نقطة مضيئة في هذه العتمة الكارثية، تبخرت أرصدة اللبنانيين في مصارف بيروت، لكن رصيد بيروت في العالم لم يتبخر. هذا ما أظهرته ردود الفعل العربية والإسلامية والدولية. العلاقة مع لبنان شيء، والعلاقة مع ساكني القصر والسرايا شيء آخر. ولعلها الفرصة الأخيرة أمام عهد العماد عون، استرجاع الحد الأدنى الضروري من سر بيروت والحد الضروري من استقلالية القرار والتوقف عن اقتياد لبنان إلى أدوار لا مصلحة له فيها ولا طاقة له على احتمالها. كأن رياح النهايات المؤلمة لفحت المدينة، جثث ملقاة في الشوارع لعجز البرادات عن الاستيعاب، ولأن بعض المستشفيات أصيب مع من أصيبوا، ولأن حجم الكارثة يفوق قدرة أجهزة الإطفاء والدفاع المدني والصليب الأحمر والطاقم الطبي. وهكذا اعتبرت المدينة المفقودة مدينة منكوبة. استيقظت بيروت البارحة وراحت تتحسس هول طعنة لم تشهد مثيلا لها من قبل. هذا يوم الجنازات وهي كثيرة، ويوم البحث عن المفقودين وليسوا قلاقل، ويوم معاينة الأضرار وهي هائلة. لم يرحم عصف الانفجار الأعمدة والأسقف والجدران والواجهات، ولم يرحم دور العبادة والمستشفيات والمدارس. كأن قاتلا هائلا قرر الإجهاز على المدينة فأمطر أهلها بالزجاج المطحون والركام، وجاءت وجبة الموت الصاروخ في أوجع الأوقات. لم يكن سرا أن شمس لبنان تغرب، وأن اللبنانيين لم يلتقطوا معنى التغييرات الكبرى في المنطقة ليخترعوا لبلادهم دوراً جديداً فيها. وكان واضحاً أن من تسلموا القرار في لبنان أو صادروه أقل من فكرة لبنان، أو يغرفون من قواميس أخرى. بدا لبنان متجهاً نحو مئوية ولادته هذا العام، مكبل الإرادة ومتهالك المؤسسات. وثمة من اعتقد أن هذا الكيان الصغير الذي ارتكب قبل قرن كان خطأً، كشفت الأحداث افتقاره إلى الأعمدة الراسخة التي تحرس الخرائط من شهوات الخارج ومغامرات الداخل. يرفض اللبنانيون الاعتراف بتراجع دور بلادهم. أضاف شربل: حين يقرر اللبنانيون استعادة عاصمتهم، سيجدون في المنطقة والعالم من يشجعهم على استعادة دورهم المتواضع في الإقليم وموقعهم المتواضع في خريطة العالم. قبل وصول الزوار والمساعدات على العماد، دعون أن يراجع نفسه وحساباته. عليه أن يعيد إلى اللبنانيين العاصمة المفقودة كي لا يتحمل أمام التاريخ مسؤولية إضاعتها. إنها فرصته لإنقاذ ما تبقى من عهده وإنقاذ البلاد من التحلل والتفكك. عليه أن يغير أسلوبه ومقاربته، وأن يتصالح مع حقائق التركيبة وشروط الخروج من الهاوية الاقتصادية. يقتلون لبنان ويمشون في جنازته، هكذا عنوان الكاتب سهيل كيوان في القدس العربي.
أقل رد فعل في بلد طبيعي لكارثة كهذه هو أن يستقيل المسؤولون كلهم من الرئيس حتى مدير الميناء، بما في ذلك وزيرة الدفاع التي يفترض أن تكون مطلعة على التفاصيل الأمنية الخطيرة في بلدها. فمن يحاسب إذن؟ الحقيقة أن المحاسبة بدأت عندما بدأ الشعب اللبناني في انتفاضته الأخيرة، ليس لمحاسبة هذا أو ذاك من أفراد هذه السلطة، بل بدأ بمحاسبة النهج الذي يرى في السلطة كعكة توزع بين زعماء الطوائف بتواطؤ من الجميع مع الجميع، ولكن كل أقضاب السلطة متحالفة ضد الشعب إذا ما رفع رأسه. وجوهر الكارثة هو نظام لا مكان فيه لمحاسبة مسؤولين على فساد ولا لعملاء الخارج. في لبنان يقتلون القتيل ويمشون في جنازته، وقد يلقي القاتل خطبة عصماء فوق نعش القتيل يتحدث فيها عن أخلاق القتيل الرفيعة وشهامته ورجولته والتعامل المريح معه على الرغم من الخلافات التي يعرفها الجميع، ثم يطالب بالكشف عن المجرمين القتلى لمحاسبتهم، بينما يعرف الجميع أن صاحب الخطبة العصماء مسؤول بشكل مباشر أو غير مباشر عن الجريمة. قد يكون أرسل من يقتل نيابة عنه، وهو الذي حرض، وهو الذي وفر السلاح والمال للمنفذ، والأهم أنه يعرف أن جميع المشيعين يعرفون ويكادون أن يضحكوا وهو يتحدث، ولكنه يستمر في الكذبة ويستمرون في الإيماء برؤوسهم استحسانا بغض النظر عن سبب الانفجار المرعب، سواء بسبب تماس كهربائي أو بفعل فاعل. فالجريمة الأولى هي في حفظ مادة كيماوية خطيرة في مكان مأهول، ومن هنا فإن مقولة مجلس الدفاع الأعلى في لبنان بتشكيل لجنة تحقيق وإنزال أشد العقوبة بالمسؤول عن الانفجار فيه نوع من الانفصال. فالمسؤول الأول في هذه الحالات ليس الموظف أو العامل المهمل ولا حتى العميل لدولة أجنبية، فقبل محاسبة هؤلاء الصغار يجب محاسبة السلطة كلها التي تواطأت في الموضوع من أساسه منذ سنوات. هذه الكمية من المادة الخطيرة مسؤولية من استوردها أولاً ثم من صادرها إذا كانت مصادرة بالفعل كما يقال، ومن خزنها. أضاف الكاتب: تحدث في العالم كوارث كثيرة كالهزات والبراكين والأعاصير والجفاف والأوبئة، كذلك تقع كوارث من صنع يد الإنسان كالحروب والأخطاء الإنسانية، ولكن عندما يملك النظام الحد الأدنى من الصدقية ينهض ومعه الشعب من تحت الأنقاض ليعيد البناء. يتحد الشعب في محنته وينتصر عليها، وتتحول الكوارث إلى صفحات مشرقة من الكبرياء والفخر في تاريخ الشعوب. أزمة كورونا والربيع العربي الجديد عنوان مقال كاتب زهير عطوف في موقع عربي 21. قال فيه: أزمة كورونا ليست أزمة صحية فحسب، وإنما هي أزمة إنسانية أيضا على جميع الصعد، سينتج عنها تداعيات اقتصادية واجتماعية وسياسية. بمعنى أن العالم العربي ما بعد كورونا لن يكون هو العالم العربي نفسه قبل كورونا، ومن الممكن أن تؤدي هذه الأزمة، وهو محتمل، إلى ربيع عربي جديد، أي إلى موجة ثالثة من الربيع العربي، خصوصا إذا حصلت الموجة الثانية من فيروس كورونا على غرار الفيروسات السابقة كما يتوقع كثير من الخبراء. عبر التاريخ كانت الأوبئة والأمراض سببا في ظهور امبراطوريات جديدة وقوى مؤثرة ومسيطرة في العالم وسقوط أخرى، كما أن بعض الأحداث التي تبدو صغيرة كحرب السويس المعروفة بالعدوان الثلاثي عام 1956 كان سبباً في إعلان نهاية الإمبراطورية البريطانية. وفي هذا السياق تأتي أزمة كورونا التي تعتبر أكبر أزمة على مستوى العالم في هذا القرن، حيث يوصف الوضع في ظلها بكونه أسوأ كارثة منذ الحرب العالمية الثانية. وباء كورونا يهدد 8 مليارات شخص في العالم، من بينها 428 مليون شخص عربي. فتداعيات هذا الفيروس لا تخص قطاع الصحة فحسب، بل تتجاوزه لتعيد تشكيل مجالات الاقتصاد والسياسية.
رغم أنه لا يزال مبكرا شيئا ما الحديث عن مستقبل العالم العربي بعد كورونا، إلا أنه يمكن أن نتشارك مجموعة من الأفكار التي تطرق لها الكثير من الدارسين والمهتمين بالسياسات والعلاقات الدولية ومجموعة من المنظمات والمؤسسات العالمية، لا سيما في ظل مؤشرات توضح أن كورونا سيجعل التحول من عولمة تتمحور حول الولايات المتحدة الأمريكية إلى عولمة تتمحور حول الصين. أما على مستوى العالم العربي فيمكن أن تطرأ مجموعة من السيناريوهات تتمثل في هزات مهمة جراء هذا الوباء، منها زيادة نسبة الفقراء وفقدان ملايين الوظائف وتوقف المشاريع الصغيرة وغياب الطبقة الوسطى. أضاف الكاتب: سبب ذلك هو ازدياد سبب ذلك ازدياد هائلا في أعداد الموتى، ولا سيما أن هذه الأزمة عرت واقع الصحة والتعليم والبحث العلمي في وطننا العربي. إذ إن الميزانيات الضخمة من أموال العالم العربي تصرف على الأسلحة والتسابق نحو التسلح. وفي الختام، يبدو أن الدول العربية حتى الساعة قد استوعبت صدمة فيروس كورونا، وقد تتمكن من تجنب التغيير الجذري المحتمل إلى تغيير محدود، ولكنه من غير المرجح أن تنجح في الأمر نفسه إذا ما دخلت في موجة أخرى من كورونا. بيروت خيط الأمل الأخير. قال الكاتب حسن فحص في اندبندنت عربية: هل يمكن لمن تبقى من اللبنانيين أن يخرج من مربعات الانتماءات الضيقة السياسية والطائفية والفئوية إلى الفضاء الأوسع للوطن والإنسان والكرامة، وأن يعلن كفره بهؤلاء الذين تمرسوا على سلبه كل ما يؤلف إنسانيته وحياته وكيانه، وأن يرمي بهم إلى المحاكمة، فهم أعداء الجماعات التي ينتمون إليها قبل عدائهم للوطن والمواطن؟ هل يمكن لنا أن نوقف البحث عن وطن يليق بنا وأن نعمل على استرجاع واستعادة هذا الوطن من براثم من نشبوا أو غرسوا أنيابهم في أجسادنا وجسد هذا الوطن خدمة لمصالحهم وأرصدتهم في البنوك الخارجية؟ هكذا تساءل الكاتب، فلنتابع. ما حل في بيروت لا تقف حدوده عند موت مدينة، لتتجاوزه إلى التحضير لإعلان موت وطن، وطن لم يقتله غريب يترصد به ويخطط للتخلص منه، وهو أمر لا يمكن استبعاده من الحسابات. فهذا البلد الصغير كنملة والجارح كنمر، كان محط حسد واستهداف من كثيرين لما يمثله من تجربة فيها من الفرادة والتفرد الكثير التي عجزت وتعجز عن إتيانها كيانات وأوطان أخرى عدة، مهما بذلت وحاولت وسعت تبقى غير قادرة على مضارعة فعله في الإصرار على الحياة والنهوض والتمسك بالحب والعيش ولملمة الجراح، ليعود وينبت من بين ركام وردة برية ترفل بجمال وحشي أشد احمرارا ونضارة من كل مشاتل العالم المرعية بكل المنشطات والمبيدات الحشرية والبشرية. هي بيروت التي تختصر لبنان بكل تنوعاته وتلوينه وتلويناته الفكرية والاجتماعية والدينية والمذهبية. قتلها تجار الهيكل الذين تمرسوا في إجداب ضرعها على مدى عقود، قتلوها ليخفوا سوءاتهم التي مارسوها في فعل النهب والسلب والسرقة والوقاحة من دون أن يساورهم خوف أو قلق مما يفعلون بهذا الجسد الممدد على حافة الماء الأزرق لبحر أبيض متوسط، طالما كان ينحو عليها ويضمد جراحها بملحه النقي الطاهر، وحتى عندما ألم بها مصابها الفاجع تحمل عنها العبء الأكبر من هول الفاجعة وخفف عنها الكثير من التشوهات التي أصابت وجهها. أضاف الكاتب: إننا أمام فرصة تاريخية أن نقول لهم إن زمن المحاسبة الحقيقي قد بدأ، وأننا لن نخرج أحدا من دائرة الاتهام والمسؤولية، كلكم مرتكبون وشركاء في الجرم المتراكم على مر العقود، وإلا فلنسكت وندفن رؤوسنا في ركام المدينة ونكمل مسيرة دفن الوطن لنواري سوءتهم وسوءتنا،
وأننا نستحق ما يفعلون بنا وبالوطن من ارتكابات وأفعال، فهل نريد وطنا أم نرضى بالبقاء أرقاما في مزارعهم؟ قال الكاتب زهير الفتلاوي: هؤلاء يمنعون سير المواطنين على الرغم من ذهابهم إلى المستشفيات، وحالة أخرى طارئة، ولكن في الوقت نفسه يسمحون لأصحاب الشاحنات الكبيرة بالعبور والسير في المناطق والأزقة السكنية وتدمير الخدمات من أنابيب المياه والمجاري وتدمير الإسفلت. هناك حظر للتجوال معلوم للقاصي والداني، ولكن لماذا تغلق الشوارع كافة ويبقى شارع واحد لعبور السيارات كافة ومنها سيارة الحمل الصغيرة والكبيرة؟ التأخير يستمر لنحو ساعات طويلة. هناك مرضى ومسنون وأطباء وصحفيون وغيرهم. هذا ما جاء في مقال في موقع كتابات بعنوان: حقوق الإنسان تنتهك بسيطرات بغداد. لا وجود لتطبيق مبادئ حقوق الإنسان، بقية الوزراء في الدفاع والداخلية وحقوق الإنسان يعلمون علم اليقين أن هناك إهانة للمواطنين في السيطرات ونقاط التفتيش، وخاصة سيطرة عبد المحسن الكاظمي في منطقة الكاظمية. تشهد المحافظات العراقية غياب القانون وسلطة الدولة وانتشار العصابات الإجرامية في العاصمة بغداد والمدن الأخرى التي غاب الأمن والاستقرار فيها حتى في نقاط التفتيش الداخلية والخارجية، والتي تبتز سائقي السيارات والشاحنات بفرض الإتاوات والرشاوى لضمان مرورهم من نقاط التفتيش التابعة لقوات الجيش والشرطة، وكذلك نقاط تفتيش الميليشيات غير القانونية. الرشاوى والابتزاز تهديد لأمن المواطنين في العراق، ومن نوع آخر وليس بمسمى الإرهاب والعصابات المنظمة، حتى تحولت القوات الحكومية من حماية الأمن وحفظ هيبة الدولة وسلامة المواطن إلى جهات تساوم المدنيين في نقاط التفتيش لسرقة أموالهم وتهديد من يمتنع بالاعتقال وتلفيق التهم الجاهزة لمن يعارضهم. نقاط التفتيش قرب منطقة الشعب في بغداد ونقاط التفتيش على طريق مطار بغداد وفي الكاظمية والكرادة وسيطرة الصقور ونقاط تفتيش أخرى في العاصمة العراقية نموذج للفساد الإداري والمالي والابتزاز لجميع سائقي الشاحنات وحتى المسافرين، وبعلم ودراية وزير الداخلية عثمان الغانمي. وأضاف الكاتب: المنتسبون يتسببون بالتأخير والإهانة في بعض الأوقات، ولا يسمحون بالمرور بحجة وجود أمر بإغلاق الشوارع والسيطرات، ولا نعلم متى نتخلص من الرشا والابتزاز والإهانة. صفات ملازمة لنقاط التفتيش في بغداد، وكل وزير داخلية لم يأتي بإصلاحات حقيقية ولم يضرب ما فيها الفساد في هذه السيطرات. كيف تمر تلك الشاحنات الكبيرة في مناطق زراعية وسكنية وبقية المواطنين لا يسمح لهم بتمرير 5 أكياس من الإسمنت لغرض الترميم؟ ذكر الكاتب زياد وليد تحت عنوان: دولة الدم المستباح ورحلة الحياة المقدسة، أن حديث لا أوامر بإطلاق النار حجة فاسدة لسببين. الأول لأن المتحدث هو رئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة، والآخر يخص الكاظمي لأنه رئيس جهاز المخابرات ل4 سنوات، وهو على المستوى النظري والنقاش الشعبي المسؤول عن إراقة الدماء، سواء بأسلحة القوات الأمنية الرسمية أو ما يسمى الطرف الثالث أو الأشباح. هذا ما يجب أن يكون عليه رئيس أعلى سلطة تنفيذية في البلد، وإلا فالترجل عن القيادة أسلم. لا يقطع صوت الحوار التفاهم الاختلاف الاتفاق إلا الرصاص. لا شيء يشوه صورة كل مظهر أو فعالية سياسية اجتماعية ثقافية إلا دم الإنسان المسفوك على أرض الإنسان حسنا. هناك حزمة ملفات تخص فريق الكاظمي وأداءه وفعاليته، يمكن البدء بمناقشة كل ملف على حدة. سبق وأن حددنا 5 ملفات تواجهها حكومة ما بعد عادل عبد المهدي، وهي الأمن والجائحة والاقتصاد ومطالب المتظاهرين وصراع الأمريكي الإيراني. وفي النية فتح النقاش الدائم حول كل ملف وفي كل فترة ومع كل مجموعة أحداث مهمة،
وقبل أن تثبطنا أو ربما تدفعنا الاستجابة الضعيفة للحكومة اتجاه الملفات الخمسة كافة وزيادة المخاطر والتحديات بدلاً من تذليلها. يأتي قمع المتظاهرين ليفسد كل نقاش ممكن وفي ملف قتل المحتجين نفسه، وبينما ينتظر المتظاهرون الكشف عن قتلة رفاقهم الشهداء ومحاسبة من أراق دماءهم، عادت آلة القتل تصوب الرصاص الحي نحوهم، وهروات المرضى تنهال على رؤوس الخريجين وحملة الشهادات العليا منهم. المطالبين بحق العيش الكريم بأدنى مستوياته، سيسقط كل ذلك، كل حوار أو مطالبة أو نقاش في إصلاح النظام ودعم الحكومة مع سقوط أول قطرة دم. ورغم حديث الكاظمي والناطق العسكري والمتحدث الرسمي باسمه عن عدم وجود أوامر لإطلاق النار على المتظاهرين، أضاف الكاتب لعل قائلاً يقول إن القمع ليس جديداً وإن القتل للحكومة عادة وإن مظاهر البطش العسكري بالمدنيين روتين عربي، لكن هذا بالذات ما نأمل تغييره هنا وفي دمشق والقاهرة وبقية الدول العربية. لدينا مشكلة، وبالنسبة لعقدة بحسب تعبير الكاتب أسميها حرمة الدم المستباحة باستسهال الحكومات المتعاقبة الفتك بالمواطنين وقتلهم وتعذيبهم وقمعهم وإهانتهم. نعلم أن معركة حقوق الإنسان وكرامة الوطن والمواطن طويلة، وقبلنا عانت شعوب العالم المتحضر كثيرا حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم في الدول الديمقراطية. يجري عملاق المراسلة واتساب المملوك لشركة فيسبوك تجارب على ميزة جديدة تعين المستخدمين على التأكد من صحة الرسائل التي تأتيهم والمتعلقة بالفيروس التاجي كورونا المستجد. حسب ما أعلنت الشركة اليوم على المدونة الخاصة بها، بدءا من اليوم سيظهر رمز العدسة المكبرة بجوار الرسائل التي أعيد توجيهها بسلسلة من خمسة أشخاص أو أكثر، يؤدي النقر على الرمز إلى البحث عن محتوى الرسالة عبر الإنترنت للبحث عما إذا كانت الرسالة تحتوي على نظرية مؤامرة ومعلومات مضللة بخصوص الفيروس. ومثال على ذلك أظهرت الشركة صورة لمحادثة تحتوي معلومة تقول شرب ماء الثوم المسلوق يعالج كورونا، ويظهر البحث على الويب ثلاثة مواقع للتحقق من المعلومة التي تصف هذا الادعاء بأنه زائف. نبقى الآن مشاهدينا مع مجموعة من الرسوم الكاريكاتورية. وبهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذن تعالى صداق لام جديد، إلى اللقاء.